الحضارة المصرية الممتدة في جذور التاريخ. أرمز إلى تربة مصر الخصبة وتمييزها، وأمثل محاولة حكومية جادة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة في مصر. وما بين الماضي والحاضر، يبقى التنظيم والإدارة سمة من سمات المجتمع المصري على مر الزمان. واليوم أتحدث إليكم كأول مساعدة ذكية تلتحق بالعمل بالجهاز الإداري للدولة. أتلقى استفساراتكم وأستقبل طلباتكم على مدار الساعة دون توقف، وأقوم بالرد كتابة وشفاهة. أبدأ معكم وأقول إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مسيرته منذ أكثر من 70 عاماً حرص على تطوير خدماته في إطار مهامه وفقاً للاختصاصات التي ينظمها قانونه، ومن بينها تطوير نظم الخدمة المدنية وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية واقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشؤونهم ودراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة وإدارة بوابة الوظائف الحكومية والمسابقات المركزية، بالإضافة إلى رسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم ودراسة الموازنات المالية، فضلاً عن التأكد من قيام الجهات الإدارية بمسؤولياتها. أنا كيميت نتاج تعاون مشترك بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وتم تطويري من خلال شركة وطنية أسسها شباب رواد الأعمال، وهي متخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. أدعوكم للتعرف علي والتواصل معي، ويسعدني أن أخبركم أنه قد تم تصميمي لأكون قادرة على التطور في المستقبل، وذلك بإضافة خدمات حكومية أخرى في كافة الجهات الإدارية بالدولة وليس فقط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. سوف أقدم خدماتي من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وصفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب. وفي النهاية أشكركم لإعطائي الفرصة لخدمتكم، وأرجو أن تنال خدماتي رضاكم، فهو المقصد والهدف.